السلام عليكم اليوم مقطع جديد اليوم جايب لكم اول حلقه من فيفا 21 ادري الكل نزل فيفا 21 لكن تو تنفك عندي اني ما طلبت لي اي اكسس وهذه الاشياء اليوم جايب لكم سلسله الاغلب سماها من الصفر انا سميتها من الصفر ونزلت حلقتين ووقفت في فيفا 20 لكن هالسنه فيفا 21 راح انتم تسمونها انا فكرت اني اسميها يعني غير الناس الاغلب يبدا بسالفه انه يختار منتخب يختار ما ادري وشو يفتح الباكجات انا فتحت الباكجات حقت الويب اب واخترت منتخب فرنسا جمعت 4000 كوينز 4000 كوينز كلها من الباكجات اللي طلعت لي ما لعبت ولا مباراه ولا سويت ولا شيء طيب مثل ما تشوفوا المهام هنا اعطونا 150 كوينز عندنا الحين الباكجات الباكجات لاني طلبتها بري اوردر فاتوقع ان اعطوني الباكجات ياب اعطوني الباكجات حقت بري اوردر هي يعتبر من الصفر ما دفعت ولا بوينت ولا شيء وسر اللعبه دفعتها فيها بس سر اللعبه 60 دولار دفعت 60 دولار فميزه بري اوردر اني يعطيك باكجات بسم الله خلونا نبدا الحين يا رب يطلع لنا شيء من البدايه يا رب يكون أه بداية خير طبعا ما اعرف الا الوك اوت انه يكون في خطين على اليسار اللي على الباب اوه كوينز مرة كويس بيعطونا تعليمات سوي كذا سوي كذا لا تسوي كذا هذا وشو؟ اوه رونالدو اوكي تجربة بس رونالدو 82 يعني باقي له واحد وست شاشات بس قهر يا الله اوكي والله في لعيبه كثير اللعيبه وهذا الباكج الباكج اللي على الكام يا رب يا كريم مشكله اللي ما يقرا <applause> اقسم بالله انا خرجت الله ياخذني، والله اني حسبته في بابي صدق صار تجربه. اوكي، بداية كذا تشكيلتنا، إن, ان شاء الله ان شاء الله ان تكون تشكيلة صدق كويسة، آه غالبا انه بنغير بس لازم نحدد اول شيء آه اول شيء الحلقة هذه راح يكون فيها الدفجن كامل، راح العب معكم خمس باريات الى ما يتحدد الدفجن حقي، فان شاء الله نؤدي إن, ان شاء الله يا رب، بالله على بركة الله نبدأ اول مباراة يا رب ان المستوى يكون كويس لا الحمد لله انه جاب لا 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 جول 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 والله لعب شوارع جول الله عليك رونالدو تكفى حرام عليك الله عليك الذبة بابي 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 الله عليه يس لا 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 جول وش ذا شو؟ او وش ذا حالبي ما فوز يعني والله اللعب غريب حلو الله بداية فشل هو مفروض اني اشتري كم لاعب في البداية واضبط شكيلتي بالخمس الاف هذه اللي معي لكن يلا عوافي الحمد لله السلامة يا رونالدو، الحمد لله على السلامة. أول شيء نشتري حارس، ومبابي صاب على طول، رونالدو صاب، عشان كذا أقول لكم إن حظي ماشي، يبغانا حارس ويبغانا ال وأربي عندنا اللي هو أرلند أو بيكمل معنا كم مباراة بعدين بيوقف. طيب شرينا حارس الحين 800 كوينز، والله سعره جامد مرة يا عيال، صار 87 سعره 750، والله إني أفكر إني أشتري أشتري كم نسخة منه يعني، أحس إنه فجأة بيطير بعدين. أوكي، شرينا الحمد لله، 800 كوينز مرة حلوة، أو س 750 بعد. اوكي شرينا المر الحين عندنا كام عندنا البي عندنا حارس بقينا مدافع شفنا مدافع زي الناس يكون فيه سرعه شوي شراء فوري يا ابن حلال بس خلاص شريناه الحين بدينا نشتري سمونينج الحمد لله شريناه ومعنا 1700 كوينز خلينا نشوف سي ام يكون يضبط الوضع شوي 700 كوينز يا ناس وش ذا طيب الحين دور استي خلاص اخر شيء نشتري المهاجم وكذا بقى معنا 200 كوينز صراحه طولت وانا اشتري ليه؟ لاني ما ادري من بختار كذا تكلتنا فل فل الفل جدا خرافيه شيل النني جيب السي دي ام حقنا طيب كذا تشكلتنا كويسه مره والله كويسه بس عدلنا فيها كثير يعني شوف الخط كامل هذا اللي تحت غيرناه كليا ما عدا أرلاند الاغلب معه مع اوباميانج فبسم الله بدون رونالدو بدون مبابي روح روح حرام عليك اول هجمه اول هجمه اول راحت والله العظيم ما في فائده اقسم بالله ادري ايش اقول والله ما ادري ايش اقول اهداف غبيه والله غبيه مره بعد تكفى خيرا يا رجل خيرا هدف تكفى يو يلقو يا عمري يا شيخ اه يا حرام ها ايش سوى ذا سمولينج وين رايح خذب من ورا ذب من ورا والله مثلث اليوم يا ساتر تكفى اخرج مو يبغى لنا اطراف زي الناس وغالبا اني خلصت تحديات بيجينا كوينز منها غالبا بل 700 كوينز اشترينا جيمس يس الحمد لله يا رب الحين لازم نكرش هذا الشخص اللي ما قصر سرعته 65، أنا ما أدري هذا ليش ار ام. تعال 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 يا جيمس، تعال تعال 95 سرعته. أوكي تشكيلته ضدنا نص ونص. أيوه بناية هجمة جدا خرافية ويا عمري تكفى حرام عليك يا أخي يوه تكفى يوه ولا ولا ولا. يا ساتر يا ساتر يا ساتر الله يطقني طق اعوذ بالله طعم ابليس مبابي هيك إيه طعم ابليس والله يا خفيف عنده سنة اول ما طببت ذيك المباراه على طول على طول اصاب لا 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 مش صاير؟ فجأة اللعيبة تفلتوا تكفى تكفى حرك الحارس ابن الذين لا كان عادي عادي اهم شيء زيادة يا رجال تكفى رونالدو تكفى رونالدو رونالدو حر هيك وش اللفة القوية ما انتهت الهجمة والله فيه 950 لاعب نستفيد منه حرفيا الام عندنا تعبان تعبان جدا بعد ما على التشكيله صرت 68 انا ما ادري ليش لين الحين مخليه عندي يعني كان عندي واحد اليمين 65 الحين يمين يسار 68 عندنا هذا الكام كويس صرت 89 وزي كذا لا اله الا الله هات آه تشكيلته خرافيه جدا والله حلوه تشكيلته يا خش يا ابن الحلال خش تكفى خش 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 رونالدو 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 وش ذي وش ذي ليش الشوت الاول اقسم بالله انه يستهبل والله انه يستهبل ساتر يا <applause> النرفزه رونالدو هي 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 من اول يا شيخ القم يا شيخ القم 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 انا ما ادري وش ذا البط اقسم بالله يقهر يا <ريق> عمري بيرنارد برنارد رونالدو 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 حرام ما تقبل حرام حرام حرام, حرام 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 لا 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 ما تمشي زي كذا يا ابن الحلال طيب يعطيكم العافيه على المشاهده صراحه محتار انزل هذا المقطع ولا لا لكن لازم كل بدايه فشل وبعدين ان شاء الله ان شاء الله ننجح ان شاء الله <applause> لانه مستوى يفشل حاليا وللحين ما تاقلمت صراحه مع اللعب اللعب الدفاع جدا 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 صعب فيبغى لي اتعود وان شاء الله المقطع الجاي راح يكون في تشكيله وراح نلعب ونحدد ديفجن ثاني راح نلعب لين ما يخلص الديفجن كامل ندخل الى السادس فيعطيكم العافيه على المشاهده وان شاء الله ما تقصرون في الدعم في هذا المقطع ساعتين بالضبط ساعتين بالضبط عشان العب خمس مباريات كامله فيعطيكم العافيه على المشاهده وان شاء الله تستمتعوا في وعلموني تحت في الكومنتات وش اسم السلسله او وش نسمي السلسله وبس اشوفكم خير سلام